السفير الفلسطيني في بلغاريا وطاقم سفارته ورفضه تأمين حياة الشهيد ولو بالحدود الدنيا يضعنا أمام تساؤلات كبيرة وعلامات استفهام حول دور السفارة الفلسطينية وطاقمها باغتيال رفيقنا البطل. ولن ننسى الضغوطات التي مارسها السفير على رفيقنا خلال فترة تواجده داخل السفارة وتركه دون حراسة أو مراقبة للمكان، علماً بأن الرفيق كان مطلوباً لدولة العدو وأجهزة مخابراته. ثالثاً، تحمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطات البلغارية مسؤوليتها عن عدم توفير حراسة كافية على السفارة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اختراقها وتسبب باغتيال رفيقنا. رابعاً، نطالب قيادة السلطة بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق جادة وتعزيزها بأعضاء ذوي اختصاص في التحقيق الجنائي وقاضي تحقيق وأطباء مختصون بالطب الشرعي ليتمكنوا من كشف الحقيقة بأسرع وقت بما يقطع الطريق على أي محاولة لخلط الأوراق وإخفاء الحقيقة والتهرب من المسؤوليات. خامساً، إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكافة ساحاتها وأذرعها في حالة استنفار كامل، ولن تهدأ ولن تستكين إلا بالثار لدماء رفيقنا الشهيد، ولن تتهاون مع أي شخص أو أي جهة تواطأت وقصرت بهذا سببت بهذه الجريمة. جماهير شعبنا البطل، إننا وإذ ننعي رفيقنا البطل المناضل الشهيد عمر النايف نؤكد على أن دمائه الطاهرة ستبقى لعنة تطارد العدو الصهيوني وأعوانه. فرفيقنا اليوم التحق بكوكبة شهداء الحرية على ضرب القادة الحكيم الدكتور جورج حبش وأبو علي مصطفى ووديع حداد وغسان كنفاني ونزال وسلامة والعايدي وأبو النصر ودخان وخلف. والقائمة تطول من هؤلاء الأقمار الذين لم يبخلوا بأرواحهم رخيصة لفلسطين ولقضيتها العادلة على نهج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نهج المقاومة والتحدي والنضال والكفاح لتحرير الأرض الفلسطينية ودحر العدو المجرم عنها. المجد للشهداء والحرية لأسرانا، الوطن أو الموت، النصر أو الشهادة، وإننا حتما لمنتصرون. والخزي والعار للاحتلال وعملائه. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحافظة الوسطى. صوت شحاب.